مبادرة هاشتاغ ماي دبي اللي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، شهدت تفاعل كبير من قبل النجوم اللي استخدموا الهاشتاغ على حساباتهم الخاصة على الإنستغرام، مثل إليسا وديانا حداد وهي عبد السلام ومحمد عساف وهيفاء حسين. وبعد النجاح الكبير تحول هاشتاغ ماي دبي إلى مسابقة للأفلام السينمائية القصيرة بعنوان دريل دبي، حيث سيتم اختيار 6 أفلام قصيرة، والفيلم الفائز سيشارك في فئة الأفلام القصيرة في مهرجان كان. بتضم لجنة المشرفين على المسابقة المخرجين الإماراتيين نيل الخاجة وعلي مصطفى ومحمد سعيد حارب. تم اختيارنا نحن 3 من المخرجين من قبل دبي توريزم ودبي فيلم فاستيفال مهرجان دبي السينمائي، واي اختارونا 3 ان نكون احنا مرشدين. يتم اختيار الافلام 6 من قبل اللجنه المنظمه للمسابقه، وبيتوزع شخصين مع كل مشرف حسب فكره الفيلم، ونحن بنكون اياهم من بدايه العمليه لين الفيلم ما يخلص، يعني من السيناريو الى تنفيذ العمل لين نهايته. لكن على ماذا سيكون تركيز الخاجة في الفيلم؟ اهم شيء عندي السيناريو، لان السيناريو ملك، فاذا كان السيناريو ضعيف خلاص انتهى الموضوع، فلازم السيناريو يكون قوي جدا وانه يكون بسيط لان هذا فيلم قصير. اما اذا احبت الخاجة ان تقدم فيلم عن ماي ريل دبي، فكرة بسيطة ولكنها تلمس الروح الموجودة في مدينة دبي.